اسمي حمزة محمد أحمد البدري، وشهرة والدي اسمه الشيخ محمود البدري من حملة القرآن، تتلمذ على يد الشيخ عبد العزيز الحصري في حفظ القرآن الكريم، وحفظ القرآن الكريم وهو عمره 6 سنوات، ثم تتلمذ على يد الشيخ علي الديب للتجويد والقراءات العلمية، ماشي، ثم صعد إلى وظيفة مؤذن في الأوقاف، ثم ترقى بمقيم شعائر من مقرئين مسجد اللمعي الصورة، حصل على العليا معهد القراءات في الأحمد في طنطا بالقراءات العشر، ثم قعد بقى في جلسات عرفية للناس بيحكم بعدل الله، كان محبوب في وسط الناس كلها، الناس بتشهد له بالاحترام، بتشهد له بالادب بالاخلاق، مربي اجيال منهم دكاتره ومنهم مشايخ وائمه وخطبه ومنهم مستشارين ومحامين ودكاتره واساتذه في الازهر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الشيخ ابراهيم شحات عبد الوهاب كبير ائمه المسجد بجنوب سيناء، عملت 20 عاما بالمنوفية والتحقت بجنوب سيناء، وكنت يعني أستاذ كبير أيامنا سلم الشيخ دهب نجمة. أولا فضيلة الشيخ محمود يعتبر هو الوارث الثاني، إذا كنت أنا فقدت والدي وأنا صغير، ولكن بارك الله سبحانه وتعالى لي في الأب الصالح الذي كان يعني كل شيء بالنسبة لي. حقيقة مهما أتحدث عنه كلمات، موقف زواجي لابنتي، أولا هو عندما تقدمت له إليه بطلب يعني ابنته لي، كان أعطاه الله سبحانه وتعالى بصيرة عظيمة، حواس، نعم عديدة استعاض بها عن نعمة البصر. فعندما قالوا لي له انه حامل الكتاب الله، انه خريج كليه الدعوه الاسلاميه، انه يعمل اماما وخطيبا، قال لي وماذا انتظر لابنتي غير الزوج الصالح؟ ماذا اقول بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه